الخبر هو اللي عدنا عن أسامة مروة وهل تهكرت قناته أو لا. بس ما يعرف شنو اللي صاير، فأسامة مروة نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب واللي أعلن من خلاله عن افتتاح قناة جديدة واللي راح تكون محتواها ألعاب. ولكن بالنسبة للشيء الغريب، لو تدخل على المقطع وتدخل على الرابط راح تشوفون إنه الرابط ما يشتغل والقناة ما تشتغل. هو من الأشخاص صار يتوقع الموضوع تهكير، ولكن هذا شيء غلط. مثل اللي صار مع دك مروي أنس وصل إنه الرابط بس ما يشتغل، ولكن راح يصلح إن شاء الله رابط قناته مال جيمنج اللي حاب يشتري. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هي يارا مار. فيارا نزلت على سبب بالإنستغرام شوية ستوريات ويا أنور مار، تاني من خلال إنه حتنزل المقطع اليوم هي وأنور مار كل واحد على قناته، وطبعا راح تكون مقاطع نارية. أما بالنسبة للأوقات، بالنسبة لأنور مار فراح ينزل مقطع الساعة بالأربعة، أما بالنسبة ليارا مار حتنزل الساعة بالسبعة. أعطيكم هذا الستوري شوفوه. يا جماعة كونوا جاهزين بكرة على الساعة 4 حنزل لكم فيديو على قناتي وقناة أنور. تفهم كل شي بكرة. أما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فهي ميا، فميا نزلت على قناتها باليوتيوب هذا المقطع واللي كانت تكشف به حقيقة مايا الجمال وكذبها على المتابعين مالوتها. فبهذا المقطع كانت مايا تسوي نفسها انه هي تبكي وكأنه هي مضروبة من جوان الناس اللي سوت مايا. شوفوا مقطعها وهي تشرح شلون قدرت تسوي هذا الشيء بالمكياج وكأنه سوت نفسها مضروبة وسويت شوية دراما. على كل راح احطكم رابط. الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وتهجمها على مملكة القصص. هذا في الواحد من المقاطع يمكن هو بكم ملاحظه، ولكن هذا المقطع نزلته بيسان اسماعيل حفت لي الساعة بالوحدة بالليل، لكن الحمد لله قدرت ارجع المقطع ورا ساعة تقريبا. مثل ما شايفين قدامكم ان هي رفعت عليه كوبرات وانحذف المقطع. بالنسبة لاشخاص يسألون عن السبب، فمثل ما تعرفون كشفت حقيقتهم وكشفت الكذبة مالتهم. حفظوا المقطع عن طريق الستوري اللي حطيته لبيسان اسماعيل، مع انه الستوريات المفروض انه عادية وهذا الشيء قانوني، لكن ما ادري شلون الصراحة قدروا يحذفوا لي المقطع. الحمد لله الله وياي ويا الحق، في هذا رجع لي المقطع مجرد اني حذفت من عنده شيء بسيط. فاتمنى من الاشخاص لو حد يطلب من عندي اني اوقف نشر عنهم سواء فضايح لانهم يحاولون يضروني ويحذفون مقاطع وقناتي. الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة مايا الجمال واخفاها الاسم نورمار من التعليقات اللي عدها. ليس عن السبب، فالصراحة ماكو سبب واضح، ولكن يمكن هي ما تحب نورمار او الجلادين. اما بالنسبة للدليل، لو ندخل على اخر مقطع نزلته ونزل بيها التعليقات ونروح نكتب اسم نورمار، بعدين نروح على كلمة الاحدث اولا، اما دفع التعليق وتعليق الاشخاص على ورايا، بعد ما نفهم زين نروح لغير حساب اما نشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا. ما بغينا الحساب ونزل بيها التعليقات ونروح على كلمة الاحدث اولا، راح نشوف انه تعليق ما ظهر، ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر وليش اخفى اسم نورمار من التعليقات، رغم انه ماكو مشكله بيناتهم ولكن هي تكرهها. الخبر الخامس اللي عدنا عن محمد الجواني واستهزاء بمايا الجمال لسان وانس الشايب. جمال وكان وانس الشايب متهمين قناه مملكه القصص ان هي تاخذ فلوس من محمد الجواني. فنزل على قناته باليوتيوب بالمنتدى لهذا البوست واللي كان حاطط به رابط مقطع لي، وكان كاتب على هذا الستوري انا دفع لهذا الشخص مصاري مشان يوقف معي، احضروا الفيديو مشان تفهموا كل شيء. فطبعا وراها كتب تعليق على نفس المقطع مالتي واللي طبعا كان كاتب بيه نسيت ابعث لك ايجار هذا المقطع، صبرني يومين وابعث لك الراتب، شاب مريض والحمد لله مكشوفين. طبعا هنا محمد الجواني كان يستهزئ بمايا الجمال وبسان انس الشايب لان يقولون على مملكة القصص تاخذ فلوس. اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شركوا بهذا الخبر باستهزاء محمد الجواني بمايا الجمال وانس وبيسان. وبس وصلنا لمقطع من المقطع، جابكم تحطون لايك شاركوا بالقناه عشان اكون فايز زي مقطع مملكة القصص. وبس مع السلامه.